لكأن الدنيا يا نعمان تركلنا بعقبنا، فبعد ذاك العز سلط علينا وزير الخليفة. هكذا الأيام يا عائشة، بين شقاء ونعيم، تصفو تارة وتغدر أخرى. هكذا استسلام منك يا رجل. لا حول ولا قوة إلا بالله، كنت تتحدثين الآن بالحكمة، فما الذي غيرك هكذا يا عائشة؟ لا تسكت عما يفعله ذلك الرجل بك وبنا. وماذا أفعل؟ اذهب للخليفة. ومن أين لي بالخليفة وهو وزيره؟ عجبا يا رجل، يفرض عليك في العام 10,000 درهم وتدفع له، وهل كل ضيعة من الضيعتين تغل علينا هذه الدراهم في العام حتى تدفع عن الضيعة الواحدة 5,000 درهم؟ سأذهب إليه يا عائشة وأحدثه في هذا الأمر، لعله يلين لمطلبنا. لا أدري إلى متى نصبر على هذا كله. إن أبانا لا يهتم بالأمر مهم، خاصة وأنا مقبلة على الزواج. لقد حدد العريس موعد الفرح. لما تحدثت مع أمي قالت لي اصبري. أمنا، وماذا بوسعها أن تقول غير ذلك؟ أنا لا أريد أن ترفض الزيجة لتقصيرنا في تجهيزات العرس، ونتهم بالبخل والشح وعدم المقدرة. تلك معارة لنا بين الجيران، وعيون الناس تقطح ولا ترحم. هوني عليك يا أختها، فليس بوسع أحد مهما كان أن يمنع الخير. هذا كلام لا يغني ولا ينفع. إن أبانا لم يدخر وسعا، فقد باع الدار التي كنا نملكها، واكتفى بهذه التي نسكنها وندفع إيجارها، وما تبقى معه من مال اشترى لك به الحرير والأقمشة. إنه لم يكمل نصف ما عليه من فرش وأثاث. لكل شيء أوان، فاصبري، ربما تحدث في الأمور أمور. أقول لك انتظري حتى يحضر أخي خالد، ربما يتحدث مع أبينا في هذا الأمر. أو إيه، لقد تعبت من التفكير في كل هذا. فما بالي أنا يا هند، وماذا أفعل؟ ماذا تريد أيها الرجل؟ مقابلة الوزير ابن مسعدة. ومن جاء يقصد الوزير يقف هنا أيها الرجل؟ ادخل إلى كاتبي لعله يأذن لك بالدخول. بارك الله فيك يا أخي. ماذا تريد يا رجل؟ أريد مقابلة الوزير. بخصوص أي شيء؟ وهل لابد لي أن أذكر لك حاجتي؟ نعم، لابد أن تذكر لي حاجتك وتقضيها لي؟ لا، أنا أعرفها فقط، ثم أدخل وأذكرها للوزير، فإن رأى أن يقابلك أدخلتك، وإن رأى غير ذلك رددتك وصرفتك. هذا هو عملي، ولك الخيار. لا حول ولا قوة إلا بالله. قل له النعمان يا مولانا الوزير الذي تطالبه 10,000 درهم قد جاءك، ومعه 10,000 درهم ليضعها في حصيلة اليوم. لا 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 تقل ذلك، فأنا لم آتي بالمال الذي تريد. ولماذا جئت إذن؟ هل جئت لتضيع وقت مولانا الوزير؟ اذهب يا رجل، اذهب، فالوزير اليوم مشغول بما هو أهم منك ومن دراهمك. اذهب. لا عافاك الله يا كاتب السوء، ولا جزاك عنا خيرا. أتجلس هنا لتمنع وتمنح وتطرد من لا تهوى؟ هل هذا دينك وهذه وسيلتك؟ والله لن أذهب من هنا إلا إذا قابلت الوزير. صهن، سأدخلك إليه وأنت والوزير. ادخل لعلك لا تخرج أبدا. ما حاجتك يا رجل؟ حاجتي أنت يا سيد الوزير.
وأنا موكل من أمير المؤمنين بقضاء حاجات الناس فيما يخص الأرض وخراجها وزراعتها في بلدنا هذه، فسلتعطى. يا سيدي، إن عاملك على جمع الخراج يلزمني بما لا أقدر عليه. بكم يطالبك؟ يطلب مني أن أدفع خراج الضيعة 5000 درهم في العام. ضيعتان لهذا الرجل يا سيدي الوزير. هذا الرجل غني، من بقايا البرمك، ممن يكنزون الذهب والجوهر إلى الآن. فما أدراك بهؤلاء القوم؟ إنهم البرامكة الذين ملكوا كل أموال الخلافة. يا رجل اتق الله ولا تنبش القبور، أما للأموات حسنات تذكر؟ إذا كنت متعثرا فبع ضيعة وتصرف، سدد دينك وادفع لنا الخراج، واجتهد في زراعة الأخرى لعل ناتجها في العام القادم يفي لنا بالخراج ولك بما تعيش منه. لقد قلت لي نفس هذه العبارات في العام الماضي، وأجبرتني على بيع بيتي لهذا الذي يقعد في مجلسك، وجعلتني أعجز عن زواج ابنتي. فهل تريد في هذا العام بيع ضيعة له ثم في العام المقبل يأخذ الثانية؟ إذا كان هذا قصدكم فأخبروني حتى أخرج من بغداد إلى بلد آخر ووزير آخر. لو لم تكن في مجلسي لكان لي معك تصرف آخر، لكن على كل حال لابد أن تدفع ما عليك من خراج، وأمامك 3 أيام. دبر نفسك، وإلا أخذنا منك الأرض. والآن أخرج إلى حال سبيلك ولا تأتي إلينا ثانية. جهز المال وسلمه لعاملنا على الخراج. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. إنه يدعي أن ضيعتي لا تنتجان. أعلم أنه من صنائع البرامكة، ولذلك أنت دائما تكرمه وترحب به. باع مسكنه وسيبيع كل ما لديه من أرض، فقد أخذها هبة من البرامكة، وكان من لا يملك يعطي لمن لا يستحق. حفظ الله الوزير، فهذه هي الحقيقة. لعنة الله على البرامكة وعلى كل ذنب لهم. السيف جندل جعفرا ونادى مناد للخليفة في يحيى، بكيت على الدنيا وزاد تأسفي عليهم، وقلت الآن لا تنفع الدنيا. آه على الرجال، جودي يا عيناه علي جود الكواسر، الغر الميامين الجواسر. ولما رأيت السيف جندل جعفرا ونادى مناد للخليفة في يحيى، بكيت على الدنيا وزاد تأسفي عليهم، وقلت الآن لا تنفع الدنيا. هيا يا سيدي، وقد حان وقت الرجوع إلى البيت. هيا يا ميسور، فكل مكسور مجبور.
هذا الذي رأيناه؟ إنه رجل من البرامكة. وهل ما زال في بغداد رجال من البرامكة؟ لا لا لا، لقد انتهوا ولم يبق منهم أحد. وما أدراك، ربما عاشوا وسهروا واختلطوا. لا 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 يا علي، إنهم لا يتصاهرون إلا فيما بينهم، فبناتهم لا يتزوجون إلا ببنيهم، وخيرهم لا يكون إلا لذويه. ربما يكون الرجل من أصدقائهم الذين... لن نخوض في هذا أكثر من ذلك، هيا بنا نمضي إلى حال سبيلنا. هيا هيا. من الطارق؟ من؟ أنا شهاب الدين يا رجل. مرحبا بك يا عماه، تفضل. بلغ والدك بأن شهاب الدين قد حضر ليأخذ إيجار المنزل المتأخر عليكم منذ أكثر من عام. إن بعد العسر يسرا يا عماه، فلما العجلة؟ هيا اذهب وبلغ والدك بما قلته لك. إذا تفضل انتظر هنا. لا، سأقف هنا حتى تبلغ والدك وتأتي به أو بالإيجار. هيا، فإني في عجلة من أمري. نؤجر البيوت لننتفع بعائدها أو بإيجارها، فيصبح هذا حالنا. نذهب للرجل نطالبه وكأن الناس قد كشفت وجوههم. تفضل تفضل يا رجل، لماذا تقف هكذا؟ هذا لا يصح، تفضل تفضل. لا يا نعمان، كل ما أطلبه منك أن تسدد ما عليك من إيجار منزلكم منذ أكثر من عام، فلا أتفضل ولا تتفضل، لقد نفد صبري. أمهلني 3 أيام وبفضل الله وعونه أسدد لك دينك. لا، 3 أيام كثيرة، ولا أستطيع الصبر كل هذه المدة الطويلة يا رجل. 3 أيام مدة طويلة؟ نعم، طويلة جدا جدا. سأمهلك إلى الغد، الغد فقط. إما تدفع وإما تترك الدار بما فيها لا تأخذ منها شيئا، وإما أعذرك عند القاضي، فقد أعذر من أنظر. لا حول ولا قوة إلا بالله. في صباح الغد لن آتيك إلا برجال الشرطة معي يا نعمان. هذه القلادة الذهبية والأساور، تصرف قبل أن نفضح. نعم يا أبي، خذ كل ما نملك وباعه حتى لا تقع في مأزق يحرجنا. يا أبي، هذا الرجل لا يتجاوز عن معسر ولا يفهم معنى ضيق ذات اليد. ليس أمامنا إلا أن ندفع له دينه ونترك هذه الدار المشؤومة. صدقت يا ولدي، فمنذ أن سكننا بها والهموم تتساقط علينا من كل اتجاه. اسمع كلام أبنائك يا نعمان، خذ كل ما نملكه من مصاغ وتصرف حتى تدفع لصاحب المنزل حقه، وكفانا ما سمعنا منه. يفعل الله ما يشاء. معك ولدك، اذهب للصاغة ودبر المبلغ، أي بيع من المصاغ قدر الدين فقط إلى أن يقضي الله الأمر. لقد بلغني أن شيخا يأتي إلى دور البرامكة ليلا وينشدهم شعرا ويذكرهم ذكرا ويندبهم ويبكي عليهم ثم ينصرف. رأيته بالأمس يا أمير المؤمنين وسمعته. وكيف هو يا علي؟ إنه رجل عليه مهابة الشيوخ، وسيم جميل الهيئة. إذن بعد صلاة العشاء خذ معك صفوان ودينارا الخادم،
واذهب إلى تلك الخرابات التي يأتيها هذا الرجل واستتروا خلف بعض الجدران، فإذا ما وصل الرجل فأتوني به على الفور حتى أعرفه وأحاسبه على أفعاله هذه. أمرك يا أمير المؤمنين. الحمد لله الذي جعل لدينا ما ننفق منه ونتصرف فيه في مثل هذه الشدة، ولكنني حزين يا بنيتي على مصابك. لا تحزن يا أبي، فسعادتي بل وحياتي ليست أعز من سترنا وسمعتنا بين الناس. سترك الله يا بنيتي وعوضك خيرا عن هذا يا سمية، وإن شاء الله سأعمل كل ما أستطيع لكي يتم زواجك في موعده. كل شيء بأمر الله. ونعم بالله ونعم بالله. لماذا تأمر الآن يا أبي؟ تأخذ المال الآن وتذهب إلى شهاب الدين وتدفع له حقه. قال إنه سيأتي في الغد. ولماذا ننتظر إلى الغد ما دام قد توافر لدينا المال؟ صدقت والله يا أبي، إن الرجل قد جاءنا اليوم غاضبا، وعندما فتحت له الباب لم يقل خيرا ولم يسلم على أهل الدار، وكأنه لا تقل شيئا ولا تكمل يا بني، فالمرء مخبوء تحت لسانه. تصرف يا أبي في ضيعة من الضيعتين وسدد ما عليك من ثمنها، ثم جهز بما يتبقى أختي سمية. يفعل الله خيرا إن شاء الله. هيا يا خالد لتذهب إلى صاحب المنزل الآن. هيا. أمرك يا أبي، فأذهب إليه حالا. والله يا بنيتي على قدر راحة نفسي لخلاصنا من مطالبة شهاب الدين، على قدر حزني الشديد على بيع مصابك. أنا لست حزينة يا أمي. وكيف تغضب يا أمي وقد رفعت عن أبي الحرج والفضيحة؟ هل يستوي الأمر بين بيع قطعتين من الذهب وبين مطالبة الرجل لنا بهذه الصورة اللعينة؟ إنه كان كمن يتربص بنا. يا أمي، من منا توافق على ما سمعناه اليوم من الرجل؟ الصبر على النفس أهون من صبر الدائي. ومن هو؟ رجل لا يعرف إلا الدينار، ولا يلتمس عذرا، ولا يتجاوز عن معسر، بل يفضحه على الملأ. الحمد لله الحمد لله. اللهم يا ميسر الأمر، يسر لنا أمورنا واصرف عنا الهم والحزن وغلبة الدين وقهر الرجال. أمين يا رب العالمين. وابعد عنا در الوزير وأعوانه يا رب يا رب. إنه رجل موطور يساومنا من خلال رجاله على عزنا. كيف يا أمي؟ كان يريد أن يأخذ هندا لأحد أعوانه. يأخذني؟ وماذا أفعل عنده؟ جارية برمكية. لعنة الله عليه، والله لن يكون، ولو قتلني أو قتلته. أتقتلين يا صغيرتي؟ الموت دون العرض شهادة يا أمي. أعرف أن والدك كان من رجال البرامكة، وأعرف أيضا يا عمى رحم الله تلك السنين. أفهمك أفهمك، ولن أتكلم معك في مثل هذه الحكايات مرة أخرى، ولكن قل لي. خيرا يا عمى. والدك أرسل إلي ما عليه بعد سويعات من زيارتي لكم، فكيف تصرف وأحضرها وأنتم على ما ذكر لي في عسر؟ الحمد لله على كل شيء بإذنك يا عمى. في رعاية الله، أغلق الباب خلفك. هذا الرجل وراءه سر ما، هل خشي أن أذهب إليه برجال الشرطة؟ أم أنه أخرج من مخزون ماله؟ بعض الناس لا يدفعون ما عليهم إلا بالتهديد والوعيد. اجلس يا رجل، فلا يصح أن تقف هكذا. لا، لن أجلس. في الجلوس بركة. لقد جئتك لأقول لك جملة واحدة. خيرا. لقد اتفقنا أن يكون زفاف ابنتك لابني في هلال هذا الشهر، ولقد أوشك الهلال أن يملأ السماء بعد أيام ولم تجهز العروس،
ولم تطلب إلينا أن نجهز لها الدار، فهل عدلت عن رأيك؟ لا يا رجل. إذن أمهلك 3 أيام حتى تبلغنا بما ستفعل، أو سأبحث لابني عن عروس أخرى. يفعل الله ما يشاء. بإذنك. في أمان الله. إيه يا نعمان، لقد وقعت في حي صبيص وشد الكيد حبله حول رأسك، فماذا أنت فاعل يا أبا العروس؟ تفضل يا سيدي، فكل شيء على ما يرام. جزاك الله خيرا يا ولدي. حفظك الله من كل سوء يا مولاي. ولما رأيت السيف جندل جعفرا ونادى مناد للخليفة في يحيى. يبدو أن الشيخ من أهل الوفاء، تبدو عليه الهيبة والمهابة. حسن الكلام، صامت العبرات، يبدو أنه برمكي. إن لجعفر البرمكي به صلة قرابة أو رحم. نعم، لا يفعل ذلك إلا من كان برمكيا. أما زال للبرامكة وجود؟ هذا شيء يغضب الخليفة، قد أغضبه ذلك بالفعل يا علي. ألا نترك الرجل لعواطفه؟ كيف نتركه يا دينار؟ قد أمرنا الخليفة بالقبض عليه، وليس أمامنا إلا أن نمتثل لأمر الخليفة. هيا بنا، لقد أوشك الرجل على الفراغ من أمره. كفى الليلة هذا يا مولاي، وهيا بنا لنعود قبل أن يلحظنا أحد. صدقت يا ولدي. ايه يا ميسور، رحم الله آل برمك بما نفعوا به الناس. انا لا ادري لماذا جعلتنا نقف هنا يا علي. كيف اقتحم على الرجل خلوته وانفراده بنفسه وهو يبكي؟ يا لقلبك الرقيق الضعيف، من ليس له قلب ليس له حياة تذكر يا غليظ القلب. كف عن هذا الآن، فالرجل يقترب. من منا سيتقدم إليه؟ أنا سأتقدم إليه على شرط أن تحدثه برفق ولين. وإذا قاومنا هو وغلامه؟ لا أعتقد، فمن يملك هذا القلب الرقيق الطيب لا يميل إلى العنف أبدا. أيها الشيخ الطيب. خيرا يا رجل، ماذا تريد مني؟ أنا لا أريد منك شيئا. أيها الرجل النبيل، لقد أرسلنا من قبل الخليفة المأمون لإحضارك إليه. مولانا الخليفة؟ نعم. ستذهب معنا إن شاء الله وتقابله الساعة، فهو في انتظارك. هل يمكن الانتظار قليلا؟ ولما الانتظار؟ أكتب وصية لأهلي وأرسلها لهم مع الغلام. لك هذا، تفضل. جزاكم الله خيرا. أستحلفك بالله أن لا تخبر أحدا من الأبناء بما جاء بهذه الوصية ولا بالوصية أصلا. أفعل يا مولاتي إن شاء الله. نحن لا نعرف شيئا، مولاك ذهب لزيارة أحد الأصدقاء وقد يعود بعد منتصف الليل أو في الصحن. نعم سيكون ذلك، وقد فهمت ما ترمين إليه يا سيدتي. جزاك الله خيرا يا ميسور يا ولدي، فأنت في مقام ابني والله أعلم. اللهم هون على مولاي اللقاء وأنصفه يا رب العالمين. لماذا تفعل هذا؟ ثم من سمح لك بالذهاب إلى هناك؟ ألم تعلم بأنك ستعاقب على ما تفعل؟ ثم من أنت؟
وبماذا فعلت البرامكة لك حتى تستوجب منك ما تفعله في خرائب دورهم وما تقوله فيها؟ يا أمير المؤمنين، إن للبرامكة عندي أيادي خطيرة، أفتأذن لي أن أحدثك حديثي معهم؟ تفضل قل. أنا يا مولاي النعمان بن المنذر بن المغيرة، من أولاد الملوك، قد زالت عني نعمتي كما تزول عن الرجال، فلما ركبني الدين واحتجت إلى أن أبيع مسقط رأسي ورؤوس أهلي، أشار علي بعض الخيرين بالخروج إلى البرامكة، فخرجت من دمشق ومعي أكثر من 30 امرأة وصبيا وصبية، وليس معنا ما يباع ولا يوهب، حتى دخلنا بغداد في بعض المساجد، فدعوت بثويبات لي كنت قد أعددتها لأسأل بها الناس، فلبستها وخرجت وتركت أطفالي جياعا لا شيء عندهم، ودخلت شوارع بغداد أسأل عن دور البرامكة، فإذا أنا بمسجد مزخرف وفيه 100 شيخ بأحسن زي وزينة، وعلى الباب خادمان، فطمعت في القوم ودخلت المسجد وجلست بين أيديهم بعد أن كنت أقدم قدما وأؤخر الأخرى والعرق يسيل مني لأنها لم تكن صناعتي. أكمل. وإذا بخادم أقبل فدعا القوم فقاموا وذهبت معهم، فدخلوا دار يحيى بن خالد، ودخلت معهم ويحيى جالس على دكة له وسط بستان، فسلمنا عليه وهو يعدنا 101 وبين يديه 10 من ولده، وإذا بشاب جميل خرج من بين المقاصير وبين يديه 100 خادم ممنطقون، في وسط كل خادم منطقة من ذهب تزيد على 1000 مثقال، ومع كل خادم مجمرة من ذهب فيها من العود والعنبر السلطاني الكثير، ثم وضعوا كل ذلك بين يدي الشاب الجميل. أيها القاري، زوج ابنتي خديجة بابن عمي هذا. هيا انصرف مع زملائك. يا غلام. امر مولاي. اتني بذلك الرجل. امر مولاي. انتظر يا رجل. خيرا يا غلام. مولاي الوزير يطلبك. ضع الصينية هنا، ثم ضع عليها 100 دينار التي أخذت، ثم اجلس. من أين الرجل؟ أنا يا سيدي من دمشق، ضاق بي وبأهلي الحال، فجئت قاصدا الوزير يحيى بن خالد حفظه الله ورعاه. أيها الخادم. نعم يا مولاي.
إلي أبو ولدي موسى. يا أهلا بك ومرحبا يا رجل دمشق. حفظك الله يا سيدي وأطال عمرك. سمعا وطاعة يا مولاي. يا بني هذا رجل غريب، فخذه إليك واحفظه بنفسك وبنعمتك وأكرم والدك فيه، فهو ضيفي يا بني. على العين والرأس يا أبي. تفضل تفضل يا ضيفنا مع ولدنا. أمرك يا سيد الوزير. تفضل يا ضيف مولانا وضيفنا. ثم بعد أن أخذك موسى، ماذا كان من أمره معك ومن أمرك معه بعد ذلك؟ أقمت عنده يومي وليلتي في ألذ عيش وأتم سعادة، فلما أصبح دعا أخاه العباس وقال له إن الوزير قد أمرني بالعطف على هذا الرجل، وقد علمت يا عباس باشتغالي في دار أمير المؤمنين، فاقبضه إليك وأكرمه. فقبض على يدي وذهبت معه وأكرمني غاية الإكرام. فلما كان من الغد تسلمني أخوه أحمد، ثم لم أزل بين أيدي القوم يتداولونني 10 أيام كاملة لا أعرف خبر صبياني وعيالي، أفي الأموات هم أم في الأحياء. فلما كان اليوم 11 جاءني الخادم ومعه جماعة من الخدم وقال لي قم فاخرج إلى عيالك بسلام. فقلت وويلاه، سليت الدنانير والصينية وأخرج إلى عيالي على هذه الحالة؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. فجذبني الخادم وأدخلني إلى حجرة مضيئة كأنها الذهب، وإذا بي مرحبا 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 يا أبنائي، مرحبا. الحمد لله الحمد لله على سلامتكم. لقد كنت في شوق خائف ولهفة مشتاق إليكم يا أولادي. ونحن كذلك يا أبي، الحمد لله على سلامتك. اتركوا والدكم ليستريح قليلا. هيا اذهبوا إلى هناك في آخر الحجرة والعبوا. هيا. كيف حالكم يا عائشة؟ الحمد لله، وكما ترى في أرغد عيش وأحسن حال عند قوم كرام أكرمون غاية الإكرام. منذ متى وأنتم هنا؟ منذ عشية اليوم الذي تركتنا فيه، جاءوا إلينا وأخذونا وأتوا بنا إلى هنا. ألم تسألي عني؟ سألتهم عنك يا نعمان. فماذا كان الرد؟ قالوا إنك في أحسن حال، تقيم في هذا القصر وستأتي إلينا بعد حين. ومن أين لكم بكل هذه الثياب؟ لقد من علينا الوزير وأمر لنا بثياب جديدة، وبمجرد أن أصفق يأتي إلي 10 من الخدم بكل ما أريد. لله الفضل والمنة يا عائشة، والله لقليل ما سمعته عنهم في نبلهم وكرمهم وإكرامهم. حفظهم الله يا نعمان. اللهم آمين يا رب العالمين. ثم جاءني الخادم وقال لي أنا من الآن مكلف بجميع أوامرك أقضيها لك، وقد جهزنا لك دارا تسكنها، وأمر لك مولانا الوزير ب1000 درهم و10,000 دينار ومنشورين بضيعتين وتلك الصينية التي كنت أخذت بما فيها من الدنانير والدراهم. أكمل يا شيخ. أقمت يا أمير المؤمنين مع البرامكة في دورهم 13 سنة، لا يعرف الناس أمن البرامكة أنا
أم رجل غريب اصطنعوني. فلما جاءتهم البلية ونزل بهم من أمير المؤمنين هارون الرشيد ما نزل، أجحفني الوزير عمرو بن مسعدة وألزمني في هاتين الضيعتين من الخراج ما لا يفي دخلهما به، جعلني أبيع داري لأحد معارفه وأكتري دارا أسكن فيها بالأجر، حتى إنني والله يا أمير المؤمنين بعت اليوم مصاغا لابنة العروس التي لم تزف لأدفع إيجار الدار المتراكم. لما تحامل علي الدهر كنت في أواخر الليل أقصد خرابات القوم فأندبهم وأذكر حسن صنيعهم إلي وأشكرهم على إحسانهم لي ولأهلي، فهل في هذا جريمة يا أمير المؤمنين؟ لا والله، لا عليك يا شيخ، لا عليك. يا غلام، أمرك يا أمير المؤمنين. بالباب عمرو بن مسعدة، أدخله على الفور. يا عمرو، أتعرف هذا الرجل؟ نعم يا أمير المؤمنين، هو بعض صنائع البرامكة. كم ألزمته في ضيعتيه؟ في كل عام 10,000 درهم. رد إليه داره، ورد إليه كل ما أخذته من خراج ضيعتيه، واكتب ووقع له بهما ليكونا له ولعقله من بعده، واصرف له الآن 10,000 درهم و1,000 دينار. أمرك يا أمير المؤمنين. ما بك يا رجل؟ ماذا ألم بك؟ لقد أحسن إليك، فلما البكاء؟ يا أمير المؤمنين، وهذا أيضا من صنائع البرامكة، فلو لم آت خراباتهم فأبكيهم وأندبهم حتى اتصل خبري بأمير المؤمنين ففعل ما فعل وأحسن إلي، فمن أين لي بالاتصال بأمير المؤمنين؟ لعمري، هذا من صنائع البرامكة، فعليهم فكي وإياهم فاشكر، ولهم فأوفي، ولإحسانهم فاذكر.